خلينا نروح لمصطفى عسل ونحتفل معاه ونبارك له. يا مصطفى مساء الخير عليك، والف الف مبروك، فوز مستحق وفرحت قلوب كل المصريين. والحقيقه انه يعني الاسكواش لسه كنت بقول لعبه مصريه، المصريين محققين فيها ميداليات وبنتقدم فيها دايما ومتصدرين فيها دايما. وانت يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي كنت سعيد جدا انه جماهير النادي الاهلي سابت ماتش بيراميدز، واحنا طبعا يعني الناس بتبقى مشدوده لكره القدم، لكن انتوا بكل اللي حققتوه في الاسكواش خليتوا الناس تسيب كل حاجه وتبص عليكم. يعني جدا والله، يعني ميرسي جدا على السبورت الجميل ده، و يعني والله مش عارف اوصف مشاعري يعني، والحمد لله والله ان انا فرحت جماهير مصر والنادي الاهلي امبارح. ماتش كان صعب جدا، لاعب واحد نيوزيلندي كان نمره واحد على العالم من شهرين بس، ودلوقتي من اثنين، فالحمد لله انا قدرت اكسب البطوله الحمد لله. استعديت ازاي للبطوله يا مصطفى؟ البطوله كانت صعبه جدا والله، البطوله فعلا يعني احنا يمكن دي اخر بطوله في السيزون، بس اول ثمانيه بس على العالم هي اللي البطوله دي من وسط 1000 او 2000 لعيب اعتقد. احنا كان عندنا في الفاينل ثلاثه مصريين، انت ونورهان جوهر ونور الشربين. بالظبط كده، يعني يمكن انا لعبت مع علي فرج نمرة واحد على العالم في السيمي فاينل، كان ماتش صعب جدا الحمد لله قدرت ان انا. علي فرج برضو من ابطالنا الكبار في الاسكواش. طبعا يعني انا دايما حتى الماتشات ما بين انا وعلي يعني اللي هو اللي يكسب يعني يا رب اللي يكسب يعني يكسب الماتش الفاينل، احنا دايما الفاينل بيبقى ضد بول فول هو نيوزيلندي، فاحنا عايزين ان مصر يكسب البطوله، فاحنا ما نرقش بعض على قد ما نقدر يعني نخلي البطوله مصريه. طيب مصطفى، لقطه مامتك وهي بتحضنك، يمكن الواحد بنتكلم طول الوقت انه الشباب بيفتقدوا للقدوه، ولانه كمان دعم الاسر بيفرق كتير جدا جدا جدا، واحنا بنعرض معاهم يعني دلوقتي بنوريهم المشهد والحضن الكبير، حضن كله فقر وحضن بعد مجهود وتعب كبير. يمكن هي من اكتر الناس اللي تعبت معاك اكيد في مشوارك، انت النهارده تقول لها ايه؟ لا والله انا يعني انا في المشهد ده بجد انا ما كنتش، انا كنت بعيط وبضحك في نفس الوقت وانا كنت بسجد، وبعديها انا عمري ما تخيلت في لحظه ان مصر دايما بتعملي كل حاجه في حياتي، بس يعني هي ناحيه الاسكواش ما بتحبش تظهر قوي، ما بتحبش تبان يعني. دايما انا بابايا دايما هو اللي في ظهري في الاسكواش، دايما اي متعلق باي حاجه عن الرياضه دايما بابايا هو اللي في ظهري، فانا افتكرت ان اللي بيخبط عليا ده كنت فاكره المذيع اللي هيعمل معانا انترفيو بعد الماتش او بابايا، او ما افتكرتش الصوت ده. ممكن دايما يعني ما بتحبش يعني في اللقطات دي بتحبش تظهر، لكن الموقف جلل برضو والمشاعر يمكن هي اللي دفعتها لده. بالظبط، ده هي كانت بابايا كان يعني بيشد مامتي اللي هو عشان يعني تسلم على سياده الوزير بعد الماتش على طول، فمره واحده مامتي راحت دخلت على الملعب على طول لما لقيتني بعيط يعني فجاه كده يعني، فانا ما كنتش عارف اعمل ايه ساعتها، وانا كنت خايف عليها كمان ان مامتي كانت لسه كعب كبير شويه فطويل شويه، فانا كنت هي كانت كمان بتجري شويه، فانا كنت خايف عليها لا تقع تحصل حاجه، بس الحمد لله ربنا يخليها ليك، وده مجهودها وده تعبها، وهي النهارده بتحتفل بيك زي ما كل المصريين بيحتفلوا بيك. خليني اقول لك كمان عن الجماهير المصريه ومساله اهتمام الجماهير المصريه دلوقتي بالالعاب الفرديه وبلاعبي الاسكواش على وجه التحديد، انتوا كابطال بتشوفوا ده ازاي؟ طبعا دعم كبير جدا من الجماهير، دعم جدا من الاعلام وسبورت كبير جدا الحمد لله. انا يمكن الحمد لله جماهير مصر جماهير النادي الاهلي كلها في ظهري، يعني اقول لك والله ان فعلا في ناس كانت جايه امبارح من محافظات يعني باسم مثل مصر جميل، مصر جميل النادي الاهلي، ان هم دول يشجعوني، وانا فعلا خلاص فعلا كان يعني كنت مرهق جدا امبارح، بس دخلت الجمهور الحمد لله يعني طول قسم جامد جدا، لعيب جامد جدا، كسبت ثلاث كسرات بس في 80 دقيقه، يعني كان الموضوع صعب جدا، بس الحمد لله دعم الجمهور ده هو اللي اداني المكسب ده الحمد لله يعني، فانا بهدلهم طبعا الفوز الكبير ده. مصطفى عسل البطل المصري ولاعب النادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا يا مصطفى، وبنبارك لك على يعني الميداليه، شكرا جزيلا على وجودك معانا.